السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ مع بعض كده شرح برنامج جديد، هو برنامج الأوتلوك. وكلنا يعني مش هقول برضو كلنا، يعني في ناس تعرف يعني إيه أوتلوك وفي ناس ما تعرفش يعني إيه أوتلوك. الأوتلوك لو جينا دخلنا مثلا على جوجل، رحنا كتبنا جيميل، هدخلنا على الايميل بتاع اللي هو انا من خلاله بقدر ارسل واستقبل الرسائل. هو نفس القصة برنامج الاوتلوك، بس برنامج الاوتلوك بيكون برنامج رسمي اكتر من الجيميل. طيب نفس الاستخدام، نفس الاستخدام. دلوقتي تعالوا كده نفتح مع بعض برنامج الاوتلوك. هو لو انا واحد بفتحه الاول مرة هيطلب مني ادخل ايميل، يا اما اكون عامل ايميل على الاوتلوك يا اما اعمل لي ايميل جديد. طيب اي برنامج تبع حزمة اوفيس، احنا اتعلمنا ان اي برنامج تبع حزمة اوفيس بيقبل لي 4 اشرطة اساسية: شريط العنوان، شريط القوائم، شريط الأدوات، شريط الحالة. هو ده شريط القوائم، يعني كل قائمة نازلة منها مجموعة أدوات، متدرجة منها مجموعة أدوات. طيب دول اسمهم شريط الأدوات، اللي من فوق ده اسمه شريط العنوان، واللي من تحت اسمه شريط الحالة. أنا علشان أفتح جيميل واشتغل عليه لازم أكون متصل بالإنترنت. لازم اكون متصل بالانترنت. ادي شكل الاوتلوك بتاعي. عشان افتحه زي ما قلنا، عشان افتح الاوتلوك لازم اكون متصل بالانترنت. حتى من تحت هنا مديني حاجه اسمها كونكتد، يعني متصل. كونكتد يعني متصل. طيب هنا عندي اول قائمه، قائمه اسمها قائمه فايل او ملف. انا لو دوست على حاجه اسمها اوبن، ورحت دوست على حاجه اسمها الاوبن كليندر، انا لو موجوده عندي اجنده على الجهاز وعايز افتحها بيفتح معايا الاجنده، بس لو انا عندي اجنده على الجهاز وعايز افتحها على الجهاز. طيب رحت على اوبن ودوست على اوبن اوتلوك داتا فايل، يعني فتح اوتلوك او بيانات ملف يعني لاوتلوك. لازم على الاقل يبقى عندي ملف اوتلوك على الجهاز. طب ما عنديش، خلاص هفتحه ليه؟ عندي حاجه اسمها الامبورت واكسبورت. امبورت، امبورت استيراد، اما اكسبورت تصدير. لو عايز اصدر الملف ده، عايز اعمل له تصدير او ابعته لحاجه تاني، يقول لك description: import data from other file such as outlook data files and text files. معناها ان انا عايز اعمل استيراد لبيانات من ملفات اخرى زي ملفات كده outlook. انا لو عندي ملف outlook اخر وعايز اعمل استيراد من بيانات موجودة فيه، لو عايز اعمل تصدير اختار حاجة اسمها export to a file. عندي سيف از لو عايز احفظ الاوت لوك على الجهاز عندي. الصيغه بتاعت الاوت لوك اسمها الام اس جي، الام اس جي ده لو عايز احفظ اوت لوك على الجهاز عندي. برنت لو عايز اعمل له طباعه اهو، بيقول لي حاجه اسمها الميمو ستايل، دي شكل الستايلات ولا التيبل ستايل، انا بختار الشكل الستايل اللي انا عايزه. هنا الطبعة اللي متوصلة بالجهاز، ده أمر الطباعة، ده إعدادات الطبعة print option. أنا عايز أطبع كل الصفحات. طب عدد النسخ اللي عايز أطبعها number of copies. طيب
البيج رينج اللي هو المدى بتاع الصفحات بتاع، لو عندك 10 صفحات وعايز تطبع من الصفحة 2 للصفحة 8 هتحددها من هنا، بس لازم تكون معلم على بيج. هنا بقول لي برينت اتاجد فايل، لو عندي ملفات مرفقة عايز اعمل لها طباعة، ده الاسم بتاع الملف. بعد كده ادوس على برينت وهيطبعه لي. طيب الاوفيس اكاونت، هنا من حاجة اسمها الاوفيس سيم بيغير معايا لون النظام، لون الاوفيس اللي انا شغال بيه. هنا الاصدار بتاعي، ده هي الاصدار بتاعي اهو. لو عايز اضيف اكاونت اضيف من هنا اكاونت، لو عايز اغير الصورة عايز اعمل ساين اوت اطلع مني، وهكذا. الفيدباك بدي رأي لشركة مايكروسوفت على استخدامي، لو انا عجبني البرنامج ده هختار حاجة اسمها سند اسمايل، لو ما عجبنيش اي دونت لايك سمثينج، انا ما حبيتش الشيء ده. اما لو عايز ابعت اقتراح سجشن او سجست فيزر. تعالوا كده نروح على حاجه اسمها اوبشن الاعدادات، دي اعدادات ملف الاوتلوك. احنا قلنا هنا الاوفيس سيم بيغير معايا لون النظام. ده اللي انا المفروض اعرفه في الاوتلوك في جزء الجنرال. هنا الميل اللي هو دي حاجة خاصة بالايميلات اللي عندي، تمام، ونعرف معنى كل حاجة فيهم لما نتعمق اكتر في البرنامج. ده الكليندر او الاجندة بيقول لي الستارت تايم وقت البداية، الاند تايم وقت النهاية. طيب الورك ويك اللي هو الاسبوع، اسبوع العمل انا بشتغل امتى، اثنين ثلاث اربع خميس جمعة والسبت والاحد اجازة. طب اول يوم في الاسبوع صندي. طيب فيرست ويك اوف يير اول يوم في السنة امتى، ده كله انا بختاره من هنا. طيب دي الحاجات دي برضو نعرفها مع الوقت. هنا البيبول لو عايز اضيف مثلا حد من جهة الاتصال اللي عندي، التاسكس لو عايز اضيف تاسك معين هنعرف ازاي من جوه هضيف تاسكات. طيب ده اللون بتاع شكل التاسك اهو، العلامة اللي هي بتكون تحت المهام اللون نفسه. طيب السيرش اللي هو البحث، اللانجوج اللي هي اللغة، وتعلمنا ازاي نضيف لغة تاني من انستول اديشنال ديسبلاي لو عايز اغير اللغة بتاعت البرنامج انا شغال بيها. ادفانسد حاجات متقدمة شوية مع الوقت انا نتطرق ليها. كاستمايز ريبون اللي هو شريط القوائم، لو عايز اشيل قائمة من القوائم اللي فوق اشيلها ازاي، اشيل من عليها علامة الصح. طب لو عايز اضيفها اعلم عليها علامة صح. الكويك اكسس تول بار شريط الوصول السريع، لو عايز اضيف حاجة لشريط الوصول السريع اللي من فوق احدده وادوس على اد. طب عايز اشيله احدده وادوس على ريموف او ازاله، ادوس على اوكي. ده اللي هو الجزء الاول السيت بتاعتي. طيب انا لو دوست على اكزيت هيقفل لي برنامج الاوتلوك بتاعي. لو عايز اضيف اكونت هنا اهو، فايل من انفو بختار حاجه اسمها الاد اكونت اضافه حساب. عندي هنا الفيفوريت او المفضل القائمه بتاعتي اللي هو ناحيه اليسار، كبر وصغر فيها ازاي. انا وقفت على الطرف اهو واسحب بكليك شمال كبر وصغر زي ما انت عايز. دي نفس القصة اهو، كبر وصغر زي ما انت عايز.
حلو خالص. هنا بيقول لي 312 وعملها لي باللون الازرق، ايه معنى 312؟ عدد الرسائل الغير مقروءه، مش كل الرسائل دي، لا دي عدد الرسائل الغير مقروءه اهي في الانبوكس الغير مقروءه. عندي هنا السهم لو شايفينه نازل لتحت، لو ظاهر ناحيه اليمين كده انا خفيت الادوات اللي من تحت، دوست عليه ظهر مع الادوات اللي من تحت. هنا بيقول لي البريد المرسل اللي انا ارسلته المسودة. المسودة لو انا حافظ حاجة او لو انا كنت شغال على ايميل لقيت الجهاز فصل لوحده، فالحاجة بتتحفظ فين؟ في المسودة. الشغل انا كنت شغال عليه داخل الاوتلوك او الايميل بيتحفظ في المسودة. المهملات لو انا حاجة حذفتها، الرسائل المميزة بنجمة اللي هي الفيفوريت لو حطيتها في المفضلة، اما الرسائل غير مرغوب فيها، الرسائل الغير مرغوب فيها تعتبر الرسائل المهمة. يعني ايه الرسائل المهمة؟ اغلب الشركات الكبيرة انا لما بستنى رسائل منها، طب الرسالة اللي مش بتوصل ايه المشكلة؟ الرسالة مش بتوصل، طب انا مستني ليا شهر، لا لازم ادور في حاجة اسمها الرسائل الغير مرغوب فيها عشان اوصل لها، علشان اوصل لها، ان هو مش بيكون متعرف على الرسائل بتاعت الشركات الكبيره. اغلب الشركات اوتلوك او الجيميل مش بيتعرف عليها، فبيحطها لك في الرسائل غير مرغوب فيها كانها رسائل مزعجه بالنسبه لك. طيب هنا دي الرسائل المهمه، هنا الدرافت المسوده، هنا الاوت بوكس الخارجيه، وهنا الار اس اس اللي هي خدمه الرسائل النصيه القصيره. انا دلوقتي ده اسمه فولدر عايز احذفه، كليك يمين عليه واختار حاجة اسمها ديليت، بس لازم على الاقل اكون انشأت فولدر. هنعرف ازاي ننشئ فولدر، استنوا كده تعالوا ننشئ فولدر. اي فولدر انشاته عايز احذفه اختار ديليت فولدر، عايز اعمل له تحريك موف، عايز اعمل له نسخ كوبي، عايز ابتدي انشئ فولدر جديد اختار نيو فولدر واكتب اسم الفولدر اهو ايا كان اسمه ايه، بس كده اتحفظ عندي. عايز احذفه كليك يمين واختار حاجه اسمها ديليت، عايز احذف كل اللي جواه حاجه اسمها الكلين. طيب رينيم إعادة تسمية، طيب أنا حذفت الفولدر أهو، عندي رسائل في حاجة اسمها الأول وحاجة اسمها الأنريد. الأول كل الرسائل الموجودة عندي، كل الرسائل الموجودة عندي. الأنريد هي الرسائل اللي أنا ما قريتهاش، أي رسالة ظاهرة باللون الأزرق من تحت معناها انا ما جالتش الرساله دي اهي. طب تعالوا كده ندخل عليها، ظهرت ناحيه اليسار، اروح الرساله تانية فكده اتشال اللون الازرق من عليها معناها ان انا جريتها. طيب عايز ارجعها تاني في وضع الغير مقروء، كليك يمين عليها واختار حاجه اسمها المارك از ان ريد، وضع علامه غير مقروء اهي رجعت زي ما كانت. هنا نفس القصه mark as unread، وضع علامة غير مقروء. دلوقتي هنا شايفين علامة الاكس اللي ظاهرة، الميزة اللي في الاوتلوك ان هو مش بيفتح لك اي مرفق او صورة، مرفق اللي هي الصور الفيديوهات الام بي 3 الحاجات الام بي 4، مش بيفتحها داخل الايميلات غير باذن منك. يعني باذن منك، تعالوا كده نروح لده، شايفين علامة الاكس اللي ظاهرة هنا بيقول لي ايه؟ لو في مشكلة في الرسالة ما تفتحهاش، فهضغط هنا عشان اعرف المشكلة فين، واروح اختار حاجة اسمها داونلود بيكتشر. خلاص انا اديت له امر ان انا عايزك تنزل لي الصورة،
ابتدى يظهر معايا الصورة. فالميزة في الاوت لوك ان هو مش بيسمح ان هو يفتح اي صورة او مرفق داخل البرنامج غير باذن منك. اهو تاني اهو، ورحت دوست على الرسالة الطويلة اللي ظهر عندي، ودوست داونلود بيكتشر تحميل الصورة اهو، حمل معايا الصورة، ارجعها تاني في وضع غير المطلوب. طيب عايز احذفها، شايفين علامة السلة اللي في الجنب، هدوس عليها فكده اتحذفت، كده اتحذفت الرسالة من عندي. علامة السلة اللي في الجنب يدوس عليها حذف الرسالة دي، يعمل لي عليها زي اشارة كده. طيب هنا انا عايز ارتب الرسالة ايه، بواسطة الرسالة غير مقروءة، ولا بواسطة التاريخ، ولا الرسالة اللي هي مبعوثة ليا، ولا الرسائل اللي انا باعتها، ولا بواسطة الحجم، ولا على حسب النوع، ولا على حسب المرفق، ولا على حسب الاكونت. فانا بحدد انا عايز ارتب الرسائل ازاي، او من الايه للزت، او من الزت للايه، اللي هو فيها اسمها فلتر، فلترة، عايز اعمل فلترة ليها ازاي. حلو خالص. لحد هنا انا اتبعتت لي رسالة وعايز اعمل لها رد، ارد عليها اختار حاجة اسمها ريبلاي، رد. طب عايز ارد على كل الناس اللي مبعوت عليهم الرساله دي، ريبلاي اول، ريبلاي اول. طب عايز اعمل لها اعاده توجيه، حاجه اسمها الفورورد، فورورد بعمل لها اعاده توجيه. حلو خالص. لحد هنا بيقول لي تحت زي ما انتم شايفين هنا اهو، ده بيظهر معايا الفولدرات اللي عندي اهي. طيب لو جيت دوست على الحاجة اللي جنبها، ظهر معايا الأجندة، الكليندر من تحت أهو، دي الأجندة بتاعتي. أنا لو عندي مثلا يوم مهم زي اليوم دي، أروح أكتب أختار حاجة اسمها نيو أبوينتمنت لو في موعد، وأبتدي أكتب هنا التايتل، عنوان الموعد، وهنا الستارت تايم، وقت البداية، وهنا وقت النهاية، والموقع فين، لوكيشن، وانا ابتدي اوصف، بعد كده اعمل له سيف، عايز احذفه ديليت. طب عايز اضيف مقابلة جديدة، اختار نيو ميتنج، بيقول لي التايتل، عنوان المقابلة ايه، طب المتطلبات ايه بالظبط، طيب وقت البداية الستارت تايم، وقت النهاية الاند تايم، اللوكيشن، الموقع بتاع المقابلة هيكون فين، وهنا لو عايز تشرح. بعدها ادوس على سيف او سند. ده لو عندي مثلا ميعاد في يوم معين وعايز ابتدي اخلي الجهاز يفكرني بيه. بص كده هنا بيقول لي الارينج، ترتيب، انت عايز ترتب بواسطة الاسبوع، ولا ايام العمل، ولا الدي، ولا المانس، وضع اللي هو السكادول. طيب هنا النكست 7 day today. هنا لو عايز اعمل نيو تيمز ميتنج، لو عايز اعمل ميتنج على برنامج مايكروسوفت تيمز، هنا لو عايز اوبن كليندر، افتح الاجنده من كتاب، وهكذا. وده لو عندي موعد او مقابله وعايز اعمل له احفظه على الجهاز عندي. طب لو عايز اضيف حد الى جهات الاتصال اهو، الفيبرت، واروح ادوس على حاجه تاكت، جهه اتصال جديده، هنا الفون نيم، اسمه، ضيف الاسم بتاعه، كانك بتسجل اسم عندك في التليفون. كومباني، هضيف الشركه، ايا كان اسم الشركة تضيفها،
جوب تايتل الوظيفة. طيب هنا مثلا لو عايز اضيف العنوان بتاعه، عايز اضيف مثلا رقم المنزل، عايز اضيف رقم التليفون، فانا اللي بضيفه عادي. وباجي هنا عند شكل الصورة واروح ادوس عليه عشان اختار الصورة اللي انا عايزها، ايا كان الصورة ايه هي، فانا بختار الصورة بتاعتي وادوس على اوكي، فظهرت بالشكل ده. خلاص انا خلصت وعايز احفظها، سيف اند كلوز، اهي حفظت عندي، حفظت عندي جهة الاتصال بكل التفاصيل بتاعتها اهو، الشركة بيم اريبيا، الجوب تايتل انستراكتور، ادي الاسم بتاعه، لو عايز اضيف رقم تليفون بضيف، هنا الكرنت فيو الوضع، طريقة العرض اهو، طريقة العرض بتكون ازاي. طب انا خلصت، طب انا مش عايز جهة الاتصال دي، عايز اضيف جهة تانية، ادوس على نيو كونتاكت واضيف ايا كان اسمها ايه الجهة التانية والوظيفة بتاعتها واعمل لها سيف، برضو اتحفظت عندي. عايز احذفها ازاي؟ كليك يمين واختار ديليت، يا اما هضغط عليها واختار من الادوات اللي عندي كنترول دي، كنترول مع حرف الد هيعمل لي حذف ليها، يا اما ادوس على ديليت حذف، كده حذف لي جهة الاتصال. انا هنا دلوقتي لو في الاجنده ودوست على حاجه اسمها نيو تيمز ميتنج، هيفتح بيقول لي التايتل العنوان، طيب الموقع مايكروسوفت تيمز اهو، بيقول لي كليك هير تو جوين ذا ميتنج. انا لو عايز اضيف الرابط بتاعي في الاوبشنال بضيف الرابط بتاعي كنترول مع كليك هيفتح معايا الرابط، فانا بضيف الرابط، انا كل ما عليا ان انا بضيف الرابط هنا، انا بضيف الرابط وبعمل ميتنج لتيمز. طيب برنامج التيمز نفسه هنشرحه بس مش دلوقتي، برنامج كامل متكامل هنشرح فيه كل حاجه بالتفصيل منه. عندي بعد كده حاجه اسمها التاسكس، يعني ايه التاسكات؟ يعني لو انا مثلا عندي موظفين وعايز احط الموظف ده التاسك بتاعه، فاروح اختار من تحت حاجه اسمها التاسك، واروح اختار من هنا نيو تاسك، تاسك جديد، السبجكت الموضوع بتاع التاسك ايه، الستارت تايم وقت البدايه، طيب الديو ديت الوقت اللي هو هياخده، طيب الفتره بتكون قد ايه، طيب هو اكمل قد ايه من التاسك. هنا الستاتيو والحالة نفسها، هو بدأ ولا مبدأش، فأنا بحدد كل دي في المهام أو التاسك بتاعتي. خلصت أروح أدوس على سيف أند كلوز، أنا مش عايزها، أدوس على ديليت. في 3 نقط لو دوست عليها ظهرت معايا حاجات تانية، بيقول لي النوتس اللي هي الملاحظات، ظهر معايا شكل الملاحظات، أدي لو عايز أضيف ملاحظة نيو نوت، اكتب الملاحظات بتاعتي ايا كان الملاحظات، اه طفها لي، عايز احذفها ديليت، ديليت. طيب فولدر، ظهر معايا الفولدرات اللي هي في الجنب. ده كده لحد الان يعتبر اللي هي البدايه بتاعت الاوتلوك. حد هنا في اي حد عنده اي سؤال قبل ما نكمل؟ هو هنتعمق شويه في الاوتلوك، في مايكروسوفت تيمز وهنربطه بالاوتلوك، بس يعني حته ان انا ازاي اضيف الكلام ده كله هناخده ان شاء الله لما نشرح التيمز، ان انا عندي ربط هنعرف ازاي نربط ما بين الاوتلوك وما بين التيمز، بس احنا لسه ما شرحناش التيمز دلوقتي، نخلص الاوتلوك ان شاء الله، ووقت ما يبقى عندنا يعني ربنا إذا أراد وكملنا هنشرح مع بعض مايكروسوفت تيمز، وهنعرف إزاي نربط ما بين التيمز وما بين الأوتلوك. حد عنده سؤال لحد هنا؟
حد عنده سؤال؟ هناخد التيمز بالتفصيل، هناخده بالتفصيل، اتفضل يا هندسة. باشمهندس محمود، اتفضل يا هندسة. هندسة مع حضرتك، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون محمد، أخبار حضرتك؟ جزاكم الله خير. وعليكم السلام هندسة، الحمد لله أهلا بخير. بحضرتك، ربنا يحفظك ويبارك. حضرتك أشرت إلى الأيقونة بتاع المايكروسوفت تيم وإن أنا بستخدمها، فأنا عندي اجتماع مثلا في 3 أشخاص مثلا، إزاي أدعوهم عن طريق الأوتلوك، أو إزاي أقدر أبعت لهم دعوة باجتماع على المايكروسوفت تيم؟ تمام يا هندسة، حاضر. يعني اقصد لو في معلومه سريعه دلوقتي، لان انا مثلا بحتاج الحاجه دي في شغل، ان انا عايز اعمل ميتنج او اجتماع، فازاي ادعو الحاضرين عن طريق مثلا، هل الايميل بتاعهم وبدخله ازاي، او الفكره بتتم ازاي، يعني لو حاجه مختصره حتى يعني. خلاص يا هندسة، حاضر. شكرا لحضرتك، ربنا يعينك. أنا لما بروح على الكالندر أو الأجندة بحدد اليوم بتاع الميتنج بتاعي، وبختار حاجة اسمها نيو تيمز ميتنج. فهو قال لي هنا الستارت تايم، وقت البداية هيكون امتى؟ وقت البداية بتاعك هيكون امتى؟ طيب الساعة كام؟ بحدد برضو الساعة من هنا. طيب الاند تايم ووقت النهاية، اللوكيشن، الموقع. رحت كتبت مايكروسوفت تيمز اوتلوك. انا لما اجي اعمل رابط على برنامج تيمز بحطه هنا، بحطه في اللوكيشن. تمام، بحطه في اللوكيشن. طيب انا دلوقتي عايز ادعي ناس. انا خلاص عملت مايكروسوفت تيمز وعايز اعمل له حفظ خلاص. طب تعالوا كده نجرب ندوس على حاجه اسمها جوين تيمز ميتنج. فتح معايا برنامج مايكروسوفت تيمز اهو. بس لازم الاول اكون عامل رابط على برنامج مايكروسوفت تيمز. اول ما بدخل عليه اروح ادوس مثلا انضمام الان. ده عندي شكل مايكروسوفت تيمز، دي الأعضاء اللي عندي من اللي هو المشاركين، هنا الرسائل، هنا اللي هي الحاجات اللي بتظهر معانا زي في زوم، هنا لو عندي إجراءات تانية ممكن أخدها، أو ملء الشاشة لو عايز أسجل، ده اللي هو الصوت، ده اللي هو عندي الكاميرا، ده لو عايز أعمل مشاركة للمحتوى. أو حتى شايفين بيعد معايا فوق، طالما فتحت التيمز هتلاقيه بيعد معاك فوق. أنا وداخل على كده ندخل تاني أهو. هنا ليه مش ظاهر معايا حتة الرابط؟ تعالوا كده هنا في ال دوست على حاجة اسمها الانضمام، ظهر معايا حاجة بالشكل ده. دي البداية بتاعت مايكروسوفت تيمز. ده شكل البرنامج اللي بيظهر معايا. هنا النشاط بتاعي، ده الدردشة، هنا الفرق، تمام، اللي أنا كنت مشارك فيها قبل كده. هنا لو في تاسك او مهمة مطلوبة مني، هنا التقويم، بيحمل التقويم. عايز اعمل اجتماع جديد اختار علامة الزائد، ادوس اجتماع جديد، بيقول لي ضيف العنوان. انا لو عايز تضيف حضور، مش عايز تضيف خلاص. طب دوست حفظ واروح ادوس الاجتماع الان. بيقول لي الحصول على ارتباط للمشاركة،
ده الرابط بتاع المشاركة. طب لو دوست على بدء اجتماع ظهر معايا بالشكل ده، أو فتح معايا البداية بتاعتي، فتح معايا البداية بتاعتي. طيب دوست على انضمام الآن هيفتح معاك برنامج مايكروسوفت تيمز، هيفتح معاك الواجهة الأساسية بتاعة البرنامج. طيب أنا عايز أنسخ الرابط، أدوس نسخ رابط الاجتماع، خلاص أنا نسخته. تعالوا كده على الأوتلوك، فين الأوتلوك؟ أهو الأوتلوك. ورحت هنا دوست على بيست، نسخ معايا الرابط، نسخ معايا الرابط. اقفل ده. هنا فروم بيقول لي مين، يعني انت مين اللي هيبعت الرابط ده؟ ادي الايميل بتاعك، انت حطيت في اللوكيشن هنا الرابط بتاع الاوتلوك التيمز، انا اسف. بعد كده هعمل حاجة اسمها سند او ارسال. طب ليه ظهر معايا الرسالة دي؟ لان انا مش محدد انا عايز ارسل لمين. تعالوا كده نفتح ثاني الاوتلوك، حددنا يوم زي ديه، ولو فتحنا مثلا هختار حاجة اسمها نيو ابوينتمنت، موعد جديد، واحط التايتل بتاعي هنا. طيب عايز احدد المشاركين، في حاجه اسمها انفايت اتند، دعوه محاضرين. في التايتل هنا هتكتب الايميلات اللي انت عايز تبعت لها، في التايتل هكتب الايميلات اللي انا عايز ابعت لها. تاني اهو انا عملت موعد، نفترض يوم 18/11، ورحت اخترت حاجه اسمها نيو ميتنج او نيو ابوينتمنت. ابوينتمنت اللي هو موعد جديد، اما الميتنج اللي هو المقابله الجديده. اهو في التايتل هنا بحدد الايميلات اللي انا عايز ابعت لها، فروم الشخص اللي هيبعت، التايتل الايميلات اللي انا، التايتل الايميلات اللي انا عايز ابعت لها. طيب اللوكيشن بحط الرابط بتاعي، او ممكن احط الرابط فين؟ احط الرابط في الشرح. هنا الستارت تايم هيبدا امتى كتاريخ وكوقت، طب هينتهي امتى؟ في الاند تايم. يبقى كل الحكايه ان انا بروح اعمل مقابله او ميتنج على مايكروسوفت تيمز، واروح احط الرابط في اللوكيشن، وهنا في التايتل بحدد الناس اللي انا عايز ابعت لها. بعد كده بختار حاجه اسمها سنت، ده بالنسبه لو عايز ابعت ميتنج على، او عايز اعمل ميتنج على تيمز. بس لازم الاول بدخل على برنامج مايكروسوفت تيمز واعمل الاجتماع اللي انا عايزه. من فين؟ من حاجه اسمها تقويم، وبختار اجتماع جديد وادوس حفظ مثلا. بعد كده بختار حاجه اسمها الاجتماع الان وبدء الاجتماع، افتح معايا بالشكل ده، وادوس على الانضمام الان. علشان يدخل معايا، بعد كده بعمل نسخ للرابط اللي عندي، نسخ ارتباط اجتماع اللي هو الرابط. بعد كده بروح على الاوتلوك وبحط الرابط في اللوكيشن. هنا في التايتل بحدد الناس اللي انا عايز ابعت لها. طيب انا مش عايزه، هعمل ديليت، نرجع تاني للصفحة الرئيسية اللي عندي. عايز ابتدي بقى اعمل ايميل جديد، لازم اتاكد ان انا واقف على حاجه اسمها فولدر، وواقف على حاجه من فوق اسمها هوم. هوم يعني الصفحه الرئيسيه. عندي هنا في حاجه اسمها نيو ايميل، ايميل جديد، دوست عليها ظهر معايا بالشكل ده. معنى كلمة تو معناها ان انا عايز ابعت الايميل بتاع لمين بالظبط. ايا إن كان انا بحدد الايميل اللي انا عايز ابعت له. هنا السي سي،
قلنا الفرق ما بين السي سي والبي سي سي، السي سي هي كربون كوبي نسخة معروضة، أما البي سي سي اللي هو البلايند كربون كوبي نسخة مخفية. طيب إيه معنى نسخة معروضة ونسخة مخفية؟ نفترض في النسخة المعروضة اللي هو السي سي أنا حددت مثلا 5 أشخاص هبعت لهم، فكل شخص هبعت له الإيميل هو عارف أنا بعت لمين، هيدخل على السي سي هيعرف أنا بعت لمين تاني. أما البي سي سي كل شخص أنا هبعت له ما يعرفش أنا بعت لمين، ما يعرفش أنا بعت لمين. يعني أنا بعت مثلا حددت 5 أشخاص ورحت بعت للخمسة، فلو حطيتهم كلهم في السي سي كل واحد فيهم هو عارف أنا بعت لمين. طب أما البي سي سي الشخص التاني ما يعرفش أنا بعت لمين، الشخص التالت ما يعرفش أنا بعت لمين، الشخص الرابع ما يعرفش أنا بعت لمين، وهكذا. السبجكت بكتب الموضوع بتاعي هنا في صفحة العمل، ابتدي اكتب حاجة اللي انا عايزها. طب عايز انسق اهو نوع الخط زي اللي ظاهر معانا في حجم الخط، ايه بيكبر وبيصغر حجم الخط، البي بيتخن الخط، الاي بتميل، اليو بيحط خط تحت الكلام، علامة القلم بيعمل لي زي ضوء حوالين الكلمة، حرف الـ A ده بيغير لي لون الخط، قلنا عشان يغير وينسق لازم أكون محدد أهو بالشكل ده. طيب هنا دي المحاذاة، ده لو عايز أحط تعداد نقطي قبل الكلام، هنا تعداد رقمي بالأرقام، طيب ده لو عايز أمسحها أمسح كل التنسيقات اللي أنا عملتها. ده هنا الكتابة لو بكتب بالإنجليزي ليفت تو رايت، لو بكتب بالعربي رايت تو ليفت، دي اللي هي المسافات البادئة. هنا لو قلنا لو عايز أضيف لينك اختار لينك واروح ادور على اللينك. طيب لو عايز اجيب لينك من بره انا حددت حاجه اسمها existing file or web page وبختار حاجه اسمها browse. طيب يا اما بجيب لينك من جوجل واحطه هنا وادوس على اوكي. طيب attach file لو عايز اعمل ارفاق لملف سواء كان صوره او فيديو او غيره، signature او سيجنتشر اللي هو التوقيع لو عايز اعمل توقيع خاص بيا سيجنتشر، بكتب هنا التوقيع عايز احذفه ادوس على ديليت، عايز اعمل جديد اختار نيو وابتدي اكتب التوقيع اللي انا عايزه بحيث ان انا لما افتح اي ايميل يبقى التوقيع ده جاهز، زي هو لما جيت فتحت نيو ايميل ظهر معايا توقيع، التوقيع ده بيكون قاعد جاهز ومجرد ما تفتح اي ايميل هتلاقيه موجود في اي ايميل عندك. صار اوكي، ابتدي من هنا اغير من الخط، اغير من هنا حجم الخط، هنا لو عايز ادخنه، هنا اللون بتاع الخط، وهنا المحاذاه وهكذا. طيب دوست على اوكي، دوست على حاجه اسمها سيجنتشر، بيحط لي التوقيع بتاعي لو رنيم عايز اعمل له اعاده تسميه وهكذا، احذفه عن طريق ديليت. في حاجه اسمها ديسك تيب، ابتدي اتكلم يعني احنا دلوقتي اهو اهو هو كده بيسمعك اتكلم اهو، كل حاجه انت بتتكلمها هو بيكتبها لك هنا اهو، بيكتب مثلا جمهورية مصر العربية، بس لازم أكون مظبط الإعدادات بتاعته. سبوكينج إنجليزي، لا أنا هخليها مثلا عربي. طيب أحذف ده،
حلو خالص لحد الآن. فكده لو عايز أعمل رسالة خلصت وعايز أبعت الرسالة من حاجة اسمها سند أو إرسال، خلصت وعايز أبعت الرسالة من سند أو إرسال. طيب عايز أدرج هنا مثلا صورة من إنسرت اسمها بيكتشر، بدرج الصورة ظهر معايا البيكتشر فورمات اللي هو التنسيقات بتاعت الصورة اللي احنا متعرفين عليها behind the text خلف النص. طيب ده برضو كوركشن، دي تغييرات تانية للصورة، هنا الكلر نفس القصة و افكتس تأثيرات تانية بتظهر معايا للصورة. ده لو عايز اعمل حدود للصورة نفسها الويت واختار الحد، التنسيقات اللي احنا كنا شرحناها. عايز اضيف مثلا شكل شيب وبختار الشكل اللي انا عايزه، يعني الاوت لوك بيديني سماح ان اضيف كل ده في الرسالة، وغير الشكل بتاعه. عايز اضيف ايقونات، عايز اضيف مخطط تفصيلي، عايز اضيف رسم بياني، عايز اضيف لينك، عايز اضيف جدول، عايز اضيف حاجه اسمها تكست بوكس مربع نص واكتب الجوال اللي انا عايزه، عايز اضيف مثلا اكويشن معادله سيمبل رمز، فبضيف اللي انا عايزه. ترو لو عايز ابتدي ارسم، دي اعدادات اللي هو اهو البي سي سي والفروم. فروم مين اللي هيبعت الرساله؟ لو عايز اظهرها اهي، لو عايز اظهرها من فروم اروح على اوبشن بتاع اسمها فروم. انا لو انا فاتح الرساله اهو، انا فاتح الرساله ظهرت كلمه فروم، مش عايز اظهرها اهي. طب عايز اظهر البي سي البيج كلر لون الصفحه، انكريبت لو عايز اعمل حمايه، فورمات تكست دي خاصه بتنسيقات نصوص، ريفيو لو عايز اعمل تصحيح املائي، وهكذا. طيب ده بالنسبه للرساله، خلصتها دوس على سند او ارسال، هيبعت معايا الرساله بتاعتي. مش عايزها خلاص. زي ما قلنا انا لو عايز اربطها بحاجه اسمها برضو الون نوت اهو، هدوس عليها ون نوت اللي هي المفكره بتاعتي واعمل لها ربط بالون نوت. سند ريسيف اول فولدر لو عايز اعمل ارسال لكل المجلدات اللي عندي، هنا الفولدر لو عايز انشئ فولدر جديد، الفيو طريقه العرض نفسها او اللي انت شايفه ده، طريقة العرض بتكون ازاي اللي هو الترتيب، اللي اوت التخطيط، شكل عرض الاوت لوك طريقة العرض اللي عندك ظهر ازاي اهو، انت اللي بتحدد من هنا يا اما من تحت. ده الزوم بتاعك، هنا المسج بريفيو عايزها ازاي، انت اللي بتحدد، انت اللي بتختار. طيب زي ما قلنا ازاي بنشئ رسالة من قائمة هوم، وبختار حاجة اسمها نيو ايميل، هنا تو الشخص اللي انا هبعت له الرسالة. طيب تعالوا كده على اوبشن في حاجة اسمها فروم، فروم هي مبعوثة من مين، مين صاحب الايميل. طيب التو انا هبعت الرسالة لمين؟ زي ما قلنا الفرق ما بين السي سي والبي سي سي، السي سي
لو انا محدد 5 اشخاص هبعت لهم وعايز الخمسه كل واحد فيهم يكون عارف انا بعت لمين، احطهم في السي سي. طيب لو عايز اخليها نسخه مخفيه يعني كل واحد هبعت له ما يعرفش انا بعت لمين من البي سي سي، السبجكت اللي هو الموضوع، وهنا تكتب بقى الرساله بتاعتك. انت كتبت الكلام اهو، حددته، في حاجه اسمها مسج، نسق الكلام اهو، نسق نوع الخط، حجم الخط، لون الخط، ده جزء التنسيقات اهو، دي اللي هي التنسيقات المتاحه معاك، دي التنسيقات المتاحه معاك في الاوتلوك. خلصت، عايز ابعت، اختار حاجة اسمها سند، اقفل فروم واقفل بي سي سي. زي ما قلنا خلصت، ادوس على سند او ارسال. اقفل الرسالة دي، دي فولوبر لو هربطها بحاجة اسمها الماكرو او استعمل حاجة اسمها الماكرو او الفيجوال بيزك لغة البرمجة. ده كله بيشتغل برمجة يعرف ازاي يظبط البروجكت ده، يعني اعمل بروجكت عن طريق المايكروسوفت اوتلوك. هو ده يا برنامج الاوتلوك، هو ده يا برنامج الاوتلوك بكل بساطة وبكل سهولة. هو برنامج واسع في حاجات كتيرة، في حاجات كتيرة. طيب اللي عنده سؤال يتفضل، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو وعليكم السلام. حضرتك أنا بكتب باراجراف وعايز أخلي الكلام من على اليمين ماشي كله تحت بعض ومن على الشمال ماشي كله تحت بعض، لو الأوت لوك ما فيش الإمكانية دي أكتبه على الوورد وأعمل له كوبي وبيست ولا بيبقى في حل تاني؟ هو دلوقتي واضح السؤال حضرتك الأول؟ واضح، مفيش هنا امكانية عندك في الاوتلوك. طب تعال كده نجرب مع بعض، ندخل على الوورد ورحت كتبت مثلا ايا كان اللي انا كتبته، عايز اساوي البدايات مع النهايات، هعمل حاجة اسمها جاستيفاي. مظبوط صح كده. اهي جاستيفاي، فظبط معايا البدايات مع النهايات. لو خدتها كوبي وبيست هتطلع بنفس التنسيق ولا يحصل لها ديستورشن على الاوتلوك؟ بالنسبة للمحاضرة بتاعت النهاردة لحد الجزء اللي احنا شرحناه في جزء الأوتلوك، إن شاء الله بإذن الله المحاضرة اللي جاية هنكمل لو في حد عنده سؤال. في الأوتلوك على برنامج الأكسس، هل موضوع تنسيقات في أوضاع البدايات بتاعه؟ لما تيجي تروح على الاوتلوك، الاوتلوك هو برنامج رسائل. يعني ايه برنامج رسائل؟ يعني هو بيهتم اكتر بارسال الرسائل، يعني ما يهموش مثلا انت تعمل ضبط ولا لا، لان حتى لما تيجي تبعت الرساله، لما تيجي تبعتها لاي حد هتتبعت، حتى لو عمل لها. طيب هندسه انا كده النهارده هكتفي بالمحاضره، ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه زي ما قلنا هنكمل. لو في اي حد واقف عنده نقطه في الاوتلوك هنشرحها وندخل على برنامج الاكسس باذن الله. طيب زي ما قلت للبشمهندس ان في الاوتلوك مش متاح معايا جزء اللي هو ضبط البدايات مع النهايات، جاستيفاي. اشكركم جميعا لمحاضره النهارده، واللي عنده اي سؤال يتفضل يبعته لي على الجروب او يبعته لي برايفت، مفيش اي مشكله. وزي ما قلنا إن شاء الله بإذن الله هنبدأ من بداية المحاضرة الجاية شرح برنامج الأكسس. أنا الأوتلوك يعتبر أنا هو ده اللي إحنا محتاجينه في الأوتلوك. طب لو أي حد فيكم محتاج أي حاجة تانية مفيش أي مشكلة، يعني المحاضرة الجاية إن شاء الله. في ناس بعتت أسئلة قبل كده في فورم أو استمارة نزلها باشمهندس أحمد حسام،
في بعض الأسئلة جاوبنا عليها وأسئلة لسه، فالأسئلة اللي احنا ما جاوبناش عليها إن شاء الله هنجاوب عليها المحاضرة اللي جاية. زائد اللي عنده أي سؤال في الأوتلوك ممكن برضو نشرحه من المحاضرة الجاية، بحيث إن احنا أول ما ندخل على الأكسس نكون خلصنا كل حاجة من البرامج القديمة. وآخر برنامج معانا إن شاء الله في الجزء الأول من الدبلومة هو برنامج الأكسس. بالتوفيق لكم إن شاء الله وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.